Over 450,000 people attended the national unity gathering held at the Al-Fateh Islamic Center this evening. The crowd called for national unity in order to preserve the country's security and stability. Addressing the gathering, Sheikh Abdul Latif Al-Mahmoud thanked the crowd for attending the rally, which reflected the keenness of the people to demonstrate the true national unity. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'd. لقد كان تواجد جماهيرنا في تجمع الوحدة الوطنية يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2011 يوما لا ينسى في تاريخ البحرين، حيث اجتمع في صعيد واحد رجال ونساء وأمهات وآباء وبنات وأبناء مملكة البحرين ليشكلوا لوحة وطنية مبهرة من التلاحم الشعبي لم يشهدها الوطن قط. نشكركم جميعا ونقول إن رسالتكم وصلت واضحة إلى جميع المعنيين بالأمر في الداخل والخارج، وقد أثبتتم أنكم رقم مستقل لا يمكن تجاوزه أو تجاوز مطالبه. أود أن أحيطكم علما بأن دعوة تجمعكم الماضي حضره أطياف المجتمع مما يمثل قوة كبيرة في المجتمع ويمثل بحق تجمع الوحدة الوطنية، ووجد تجمعكم استجابة من كثيرين من أطياف المجتمع يعلنون تأييده والوقوف معه لما رأوا فيه من دعوة صادقة للتعايش واحترام الآخر. واليوم يحضر معنا ممثلون عن الإخوة البهرة والإخوة المسيحيين والإخوة اليهود، وكلهم من أهل البحرين وأبنائها البررة، فلهم كل الشكر وكل التقدير على موقفهم هذا، كما كان موقفكم مؤيداً من جميع أهل البحرين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنهم الكثيرون الذين أرادوا أن يشاركوكم موقفكم الرائع للدعوة إلى الوحدة والحوار. فتحية لكل بحريني مخلص لوطنه، غيور على أرضه وعلى جميع أهل البحرين، ويريد لهم جميعاً العيش بسلام مع من قدر الله لهم أن يعيشوا على هذه الأرض، وإن اختلفت أديانهم ومذاهبهم وأصولهم. لقد بذل إخوانكم بالتجمع خلال الأيام التسعة الماضية جهوداً حثيثة من أجل بلورة الخطط وبرامج العمل. التقت مع القيادة السياسية للمملكة واجتمعت مع قوى المجتمع البحريني السياسي وقطاعاته المختلفة، ومنهم يمثل الجمعيات السياسية السبع وتجمع الائتلاف الوطني لتبادل الرأي بما يجري على الساحة. وجلست مع مؤسسات ومنظمات سياسية تمثل دولاً عظمى مهتمة بمعرفة أطراف القوى الفاعلة في الساحة السياسية ومرئياتها، حيث أبلغنا الجميع بمرئياتنا في التجمع والتاريخ السياسي، وطرحنا وجهات نظرنا التي ترتكز على ما جاء في بيان التجمع الذي أعلن بتاريخ 19 فبراير وكلمة التجمع التي ألقيت في اجتماع 21 فبراير. وفي لقائي هذا معكم أود أن أقف معكم على أمور. أولاً،
يؤكد تجمع الوحدة الوطنية على ما يأتي. واحد، ما جاء في بياننا الأول وما جاء في خطابنا السابق من دعوة للحوار، ولا شك أن الحوار بين أطراف القوى السياسية وبين نظام الحكم هو أفضل السبل للخروج من الأزمة الراهنة بأفضل النتائج المرجوة وبأقل الخسائر وفي أقصر الأوقات. ونرى أن يبدأ الحوار في القريب العاجل، خاصة وقد أرسل ولي العهد رسائل إلى القوى السياسية لتضع مرئياتها ومقترحاتها لبدء الحوار، ومن خلال الحوار تتقابل المرئيات وتظهر الحجج والأدلة وتتضح النوايا. اثنين، استقرار البحرين أولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها لما فيه مصلحة الجميع. ثلاثة، تمسكنا بشرعية نظام الحكم القائم وعائلة آل خليفة، تمسكنا بشرعية نظام الحكم القائم وعائلة آل خليفة بقيادة جلالة الملك. أربعة، ليست لنا شروط مسبقة لبدء الحوار حتى لا يتعطل الحوار، ولذا فإن تجمع الوحدة الوطنية يعلن من هنا استعداده للدخول في الحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد فوراً.